المقال اللي دار لوبوس ديال لا في ايكونوميك اللي عنوانه كازابلانكا رونونس على بلانطاسيون دي بالمي، الدار البيضاء تتخلى عن غرس النخل. ولكن فاش كتدخل المقال كتلقاه هو مجرد سؤال، هل الدار البيضاء ستتخلى عن غرس النخل؟ الناس ما ردوش البال، ولذلك احنا كمسؤولين على هاد الحمله ديال توقيف النخل العشوائي والشروع في التشجير الممنهج بالمدن ديالنا اللي زاد على عامين ونص، واللي كان عباره عن عريضه ومراسله للوزراء المعنيين وعلى راسهم الوزاره الداخليه والمديريه العامه للجماعات الترابيه اللي هما مسؤولين على تدبير الفضاءات الخضراء بالمدن ديالنا والقرى، واللي هما مسؤولين عن طبيعه المغروسات. فاذا احنا بالنسبه لنا طالما ما كاينش مذكره رسميه، يعني اعلان رسمي لوزاره الداخليه كيف مولفه كدير بالنسبه للماء، بالنسبه للقناطر، بالنسبه لاي مكون في الفضاء ديالنا، بغيناها تدخل خاصها تدخل، وهي عارفه. وحنا حكينا كم مره على فوائد الشجره، وحنا كنتكلموا علميا. انا من باب المهنه ديالي ما يمكنليش نكره شي نبته، كنبغي كل شي النباتات، ولكن اليوم كاين اولويات، كاين طوارئ، كاين الطارئ البيئي الايكولوجي في المغرب، فكيف يعقل اننا نبقاو محافظين على هذه النخله اللي ما كتعطي حتى شي حاجه؟ بحيث انه اليوم نمشي معك بعيد، انا في شارع زرقتوني اللي احنا واقفين حداه، انا اطالب وبكل مسؤوليه اننا نحيدوا كاع هذا النخل اللي كاين، وما يجيش شي واحد يقول لي تراث. تراث غادي نخليه في مولاي يوسف، غادي نخليه في بولفار غاندي، غنخليه في بعض الشوارع اللي كاين واحد النوع ديال النخل وكنشوفوا كاينه واحد الهيكله وكيعطي واحد الشيء من المنظر. بينما في بولفار الزرقسوني حنا بغينا الشجره سيدي، حنا بغينا التنوع البيولوجي، حنا بغينا شرائط ديال منظريه وشرائط خضراء. فاذا انا مع اننا نحيدوا النخل، لانه النخل كياخذ ليا البلاصه ديال واحد الشجره اللي غادي تعطيني فوق 40 فائده ايكولوجيه، اجتماعيه، اقتصاديه، هويتيه، منظريه، حضاريه. النخله اش كتعطيني؟ ما كتعطيني حتى شي حاجه، هي فقط كتاخذ ليا البلاصه ديال واحد الشجره العظيمه. لالا الشجره هذا غير معقول. اذا هي مساله حصيله، كنشوفوا الايجابيات ديال هذا والايجابيات ديال هذا. الشجره هي اللي خصها تكون مكان النخل اللي كنشوفوا دابا. ربما انه النخل عنده هذا ما عندوش الاشكال ديال الماء، ماشي بحال الشجر. لا مزيان تكلموا على الموارد المائيه. هذا هو المبرر، هذا هو المبرر الخاطئ المضلل اللي كيعطيو بزاف الناس. انا نقول لك ديال الماء. نعطيك انا مثال بسيط، فاش كنبغيو نغرسوا، وانا دائما كنتكلم معك من باب التجربه يعني ميدانيه، فاش كنبغيو نغرسوا النخله او الشجره، النخله العامين الاولى خصك تسقيها بنفس الحجم تاع الماء اللي غتعطي للشجره في العامين الاولى بدون نقاش، الا بغيتيها تشد لك مزيان وتمشي معك في الخط. من بعد نقدروا نقولوا بانه فاش النخله كتشد راسها، حيت هذه النخله الواشنطنيه شنو الاصل ديالها؟ يا صحراء اريزونا، دونك كتدبر راسها. بينما فاش كيجيو هاد الموجات ديال الصهد مع هاد الاحترار اللي ولات كتعيشوا بلادنا وجميع الكره الارضيه، كاين اللي غايقول لك ايوا سيدي ديك الشجره خصني، الشجره خصني نجي مره نعاونها نعطيها الماء، والنخله نقدر ما نعطيهاش نهائيا. ولكن اسمح لي، ماشي هكا كنفكروا الا بغينا نتكلموا على التنميه المستدامه والمدينه الذكيه. غادي نجيب الماء، وكاين الماء في الدار البيضاء، كاينين عيون وكاين الفرشه المائيه السطحيه اللي كاين الماء اليوم. كيف كنعطي الماء لاشجار الافوكا اللي كتصدر؟ خصني نلقى الماء باش نجي نسقي الشجر ديالي اللي كيفيد بشكل خارق، اللي كيفيد الساكنه اللي هي محتاجه للشجر، لا للصحه النفسيه ولا الصحه الجسديه ولا المغاربه ديال غدا. فاذا لا نقاش في هذه المساله ديال السقي ولا ديال لي بيزوان اون نو، دونك الحاجيات من الماء.